خليه عرق حمام عرق بالسعر. لكن هو ما يقدرنيش ما فهمش عليش انا مش نطيح معني يا سي طيبين انت ستيرا عشان المشكلة طيبين جوبها هكا بالعكس اي والله سيريزمو الراجل اللي ما يعرفش يوفق بين مرته وعائلته تسكي امه تسكي اخته بالنسبة لي انا باش عيش تعب باهي كنت تحكي لي ساعة شوية على حالتك الاجتماعية مع رزا عزبية عندك شكون؟ لا دي فورسي وعندي زوز بنات داكور باش نسألك سؤال ميساج كوميم حتى ولو ديفورسي حسب رأيك انت الجلوس في الكرسي الامامي من حق الام ام الزوجه؟ الام ام الزوجه؟ لا بالنسبه لي انا رايي انا شخصي الام الام اي على خاطر ارتاح وبحكم السن وكذا فهمت اما في غياب الام يولي من حق الزوجه اوتوماتيكمون واخت لا لا انت هكا ولا كي تبدا اخت لا لا حق مرته حق مرته وكي تبدا امه ماهيش كبيره برشا في العمر كوميم قدر ما نعرفش انا مثلا بيرسونيلمون انا كان تبدا امي مقعده في الكرسي القديم يعني حتى مع المسيو امي ولا امه فهمت لا ميم شوز كي تبدا مع الام وبنتها وانت وتقول لك بنتي هي اللي تقعد وانا وياك نقعد والتاني نولي عرق حمام عرق بالشعر والله ايش نقول لك هي راهو مونتاليتي كل واحد كيفاش يخمم بالنسبه لي انا ايش نقول لك كي بدا راجلي باهي معايا ومدللني وباش هنا نخرجوا من سيتياسيون تاع مشكله ما يقلقنيش بوركوا با اما بدا مش مدلل هكاك ولي حقي وحقي انا وامه من بعد انا فهمت تاخو حقك بسيف مش بون ما عادش سيوفا توا اما كوميم يولي اذا كان هو ما يقدرنيش ما فهمش عليش انا باش نطيح معناها فهمت نفرضوا جدلا حمايتك جات قالت الماكله مش بنينه وزوجتك ما تعرفش الطيب قالت الولد يا بنتي سهله ذي يا سي طيب انت ستيرا عشان المشكله طيب انت شوفها هكا بالعكس اي والله سيريزمو شو نقولها ما عجبتكش ماكلتي هذيك ماكلتي وانا جو سوي لا معناها فهمت تحب انت طيب مرحبا بيك تحب تاكل ماكلتي كما مرحبا ما تحبش برا نعملوا كلنا فاست فود عرفت مرتك بيتزا قولوا مرتك مش مرتوبه ما تعرفش تقضي لا مش نقول لك حاجه هو راهو امه راهي معناها حاجه معناها اسونسييل في حياتنا اما باش توصل للايطا هذيك مثلا مذمه ودرا شنو ما نحبهاش برشا هي حكايه متواتره وموجوده برشا حماويت اليوم معناتها خلينا نقولوا بصريح العباره يعني يعصوا فيها في كناتهم ما انت تحس كأنه هي فكت لها ولدها كأنه ولدها ما عادش متاعها كأنه مش تبعها نوعا ما تخلق اكل غيره اليوم بين الحميت والكنة عشتها انت ولا والله انا محظوظه انا حميتي الله يرحمها ما خلطتش عليها الله يرحمها وحتى معناها نحكي على المونيكس معناها فهمت حتى لوزيتي ما عندهمش المونتاليتي هذيك معناها يعني عشنا بالقدر بريود وكل واحد مشى على روحه وقعدنا بالعكس انا لوزيتي قعدت صحاب معاهم لتوا ما عنديش معاهم حتى مشكل اما نحكيو معناها اذا كان لحمي باش تدخل تدخل تفتن معناها بالنسبه لي انا بيرسونيلمون ما نقبلش نقول لك الوساده تغلب الولاده واحيانا الولادة تغلب الوسادة هي لا مش ديما اما ايش نقول لك حاجه يلزم انفان يلزم هو يعرف كيش يوفق بين امه ومرته بالنسبه لي انا الراجل اللي ما يعرفش يوفق بين مرته وعائلته تسكي امه تسكي اخته بالنسبه لي انا باش يعيش تعب كان باش يرضي مرته كهو باش يعيش تعب كان باش يرضي عائلته كهو باش يعيش تعب وهو معناها توا راهو قليل برشا باش تلقى راجل يفضل عائلته على مرته جامي توا الرجال الكل يفضلوا نساهم على حتى على امه انا ما نحبذهاش الفكره هكا اما كاين باش تجي معناها مرحبا بيك بالحسنى وكاين باش تلطف الجو تو مثلا انا امي حماء والرا من امي فهمت
امي مسكينه ديما تلطف، ديما تجي مع الكنه، ديما تقول لي ولي وانت غلط، وديما بالنسبه لي انا كيكا يسميوها كوبر ناجحين، وهي منجحتها الكوبر. اذا كان هي باش تبدا معناها بشويه بشويه كي وتكبر بعض المشاكل، بالنسبه لي انا ما نحبتهاش الفكره. كريمه مشكوره يا عايش. ميرسي.